السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معلمة الفنون البكرية إيمان الشيخ. النهاردة يا حبايبي هناخد درس جديد عن حديقة منزلي. قيمة الشهر الابتكار، قيمة الأسبوعية الصدق، لغة المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظ على أخلاقه وقيمه مستخدما للتكنولوجيا الحديثة. أهداف درسنا النهاردة، أول حاجة أن تتعرف الطالب على عناصر التعبير الفني، ده الهدف المعرفي. ثاني حاجة أن تدرك الطالبة القيمة الجمالية في التعبير الفني، وده الهدف الوجداني. ثالث حاجة أن تقوم الطالبة برسم حديقة منزلي وتلوينها بالألوان المناسبة، وده الهدف النهائي. نيجي على مصطلحات درسنا النهاردة حبايبي. أول حاجة عناصر التعبير الفني. طبعا احنا عارفين عناصر التعبير الفني هي خمس عناصر. اول حاجة خط الارض، ثاني حاجة الخلفية، ثالث حاجة الترابط، رابع حاجة الابعاد، خامس حاجة الاشخاص. نيجي بقى على الاسئلة، اختاري الاجابة الصحيحة. يعتبر نقط من عناصر التعبير الفني ايه؟ يعتبر ايه من عناصر التعبير الفني؟ النقطة ام خط الارض؟ يلا يا شطورة. قدامكم دلوقتي حبايبي صور لحديقتي الجميلة، حديقة منزلي اللي استعنا بها أثناء الرسم. الأدوات المستخدمة في درسنا النهاردة، أول حاجة هنستخدم كراسة الرسم، تاني حاجة القلم الرصاص، ثالث حاجة الممحاة، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الألوان الخشبية أو الفلونس. السلام عليكم. دلوقتي هبدأ أرسم. أول حاجة أعملها هي خط الأرض. خط الأرض تعمليه كذا شكل، هعمله كده مثلا. ممكن تعمليه بخط مستقيم كده، مفيش مشكلة. تاني حاجة الخلفية بتاعتي اللي هي احنا قلنا ايه، حلوين، وقلنا السحاب والشمس. السحاب اهو، بعد كده هنعمل الشمس انا هعملها. ممكن تعمليها هنا عادي، انا ممكن اعمل الشمس اللي هي طالعة كأنها لسه الشروق كده مثلا. كده بعد كده هعمل المنزل بتاعي. شوف انت عايزه منزلك هيكون عامل ازاي. انا مثلا هعمل المنزل بتاعي كده. هنمسح الحاجات اللي جوه دي، الخط اللي طالع ده. بعد كده هنعمل الشباك. الباب ده طبعا هنعمله كالمنزل الخشبي.
كده مثلا. كده احنا خلصنا المنسف بتاعنا. هنيجي نعمل مثلا شجرة هنا، شجرة ورا بعيدة عشان يبقى في أبعاد. هنمسح الخط اللي طالع من جوه الشجرة دي اهي. هنرسم، ممكن نرسم مرجيحة عشان البنات اللي بتحب الرجوحة. هنعمل أول حاجة دائرة، بعد كده هعمل كده بالخط بالمسطرة، نعمل مقعد. اهو زي ما تشوفين دي، هنطولها شوية. ممكن نعمل فراشة هنا، نعملها فين هنا مثلا. اهي نيجي هنا نعمل مثلا ورود، هنا نعمل أعشاب، بس كده خلصنا. شفتوا رسمتها بسرعة ازاي؟ اهي رسمتنا قبل التلوين. دلوقتي هنخططها ونلونها. هنخطط كل حاجة بلونها. السحاب هخططه بلون ازرق الخامة، بس هي تخطط يا مسح. احنا طبعا عارفين نخطط اللي هو نمشي فوق القلم الرصاص اهو، نحددها يعني الشمس بلون الأورانج، الفراشة حددها بلون بنفسجي، الشجرة حددها بلون أخضر. كده احنا خلصنا تحديد اهو. هنبدأ بقى نلون كل واحدة بلونها، يعني الشمس هلونها بلون الفاتح،
طبعا احنا عارفين تلوين ازاي، تلوين في اتجاه واحد وانها تلك فراغات بيضاء وما يطلعش بره رسمتنا. الشجر بتلون باللون الاخضر اهو. الخشب بتاع الشجر بتلون باللون البني. البيت هنلونه باللونين دول. وبكده يا حبيباتي خلصنا رسمتنا والتلوين. شايفين التلوين تناسق في الألوان، التلوين في اتجاه واحد دون تلك فراغات بيضاء. نقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في درس جديد ورسمة جديدة. شكرا.